تفضلي ليليا باش ما نضيعوش. تري تري بيان. الوغ الاخ حسين كنا هضرنا على لي كاميرا كاشي دايوغ سي لو سوجي تاعنا اليوم وياسين راح بلي الكاميرا كاشي تاعك حسين ججلي ما تعجبنيش لانه ما فهمتش الغايه منها. ماذا بيا انت انت بما انه راك حاضر معنا اليوم ترد الاعتبار تعطينا وشنو الغايه تاعك، يعني وشنو هو لو بوت ديغيغ لي كاميرا كاشي ساشون كو ده البني ادم زي الانسان لو مات يتوفى. واش شفت كمشاهده سي دي ناس متنرفيين، ناس يسبوا، ناس ضربوك. ناس ولا ماجوريتي تاع الناس اللي اخترتهم كضحايا في الكاميرا كاشي سيتي دي جون من يعني من الطبقه البسيطه، ناس اللي خدموا في مهن شويه صعبه. ماذا بيا تجاوب على حطي راسك على المخده الاسئله اللي طرحتها. خلي حسين هذا هو الانتقاد تاعك انت. هذا هو، تفضل الاخ. معليش بون على كل حال انا نتقبل الانتقاد، ما كان حتى مشكل. الاخت الكريمه شوف حسين الجيجلي على كل حال يتقبل كل الاراء. حاجه انا ما نجيبش واحد مشهور نروح نديرها له، نديرها معليش مع البساطه مع الشعب، مانيش نحقر في الناس. لو كان جيت رومور في كاميرا كان حسين كلامك كبير عزيزي، كلامك كبير. لا 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 فك فك انت يا حبيبي. الكل المراوغه هذه الكل ما تخليناش نروحوا نبعدوا عن الموضوع. الموضوع هو لا 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 حسين هذا يحيى طبيش يتكلم معك. تخرج تخرج مرحبا بك اخي. تخرج اسوأ تخرج اسوأ ما في الشعب. معليش ما اسوأ في الشعب. خلوا حسين يهضر يا جماعه. يا ودي تقعد بس روح يلا سلم على امك ولا مسلم عليك احمد البودي صاحب. مع حسين راح يكون معنا في الحلقات القادمه ان شاء الله. كان باين الاخ جاوبنا برك وشنو هو لو بوت ديغيغ، وشنو هو الغايه من الكاميرا كاشي وفقط. كيف ما غير واحد فاهم انا فيها دي ميساج.